روبيكي احنا كنا انا كنت انتوا بتقولوا مخرج ما اعرفش انتوا عارفين اخرجت ايه ولا لا. كان اخر حاجه اخرجها كان ابو حفيظه خلاص على ام بي سي. فبعد ما خلصت السيزون الاولاني او في جه زميل تاني يشتغل في البتاع في البرنامج، فانا طلب مني ان انا اعمل برنامج بقى انا اقدمه. فقلت لهم طب انا مش عايز يعني فرصه في ام بي سي. ام بي سي لاسعه، قناه مجنونه شقيه كده يعني بتعمل حاجات مترقعه. فقلت لهم انا عندي فكره مش هعملها غير ام بي سي. فقالوا لي خير. فقلت لهم احنا هنعمل كذا 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 كذا. فايه قال لك ده مجنون ولا ايه؟ فجينا قعدنا قعده كده. فقلت لهم انا عايز اعمل برنامج اعمل فيه بياع روبيكي بتاع روبيكي. فقالوا لي يعني ايه؟ قلت لهم يعني هاخد عربيه نص نقل انزل الف في الشارع على الحاجات القديمه اللي الناس مخزناها، واللي الاقي عنده الحاجه اللي انا طالبها حاجات ليها قيمه يعني ادي له مكافاه اعمل معاه حوار. فقالوا لي هتعمل معاه الحوار في الشارع ولا هتجيبه الاستوديو؟ قلت لهم لا اعمل معاه الحوار على العربيه، احنا هنقلب العربيه استوديو وهعمل معاه الحوار على العربيه. فقالوا لي طب انزل اعمل بايلوت للناس اللي مش عارفه يعني حلقه تجربه كده يعني. فنزلت عملت حلقه تجربه، خدنا عربيه وكتبنا عليها ام بي سي ونزلنا وروبيكي ونزلنا الشارع، عملنا انقلاب في 6 اكتوبر. عملنا حلقه كانت فظيعه في 6 اكتوبر وعملوا لنا زف التكاتك وقصه غريبه جدا يعني. فلانه كانت اول مره من فتره يلاقوا مذيع في الشارع وميكروفون وتفاعل مع الناس في البلكونات في ناس كانت بتنزل لي ملوخيه ومحشي وحاجات كده بقعد الغ يعني. فروبيكيا كان تحدي بالنسبه لي ان انا انزل ارغي مع الناس في الشارع، هل هعرف اعمل ده؟ والكلام في الشارع مفيش تحضير، فهل هعرف اعمل ده؟ هل الناس هتبقى متقبلاني؟ يعني شافوني في التلفزيون، طب في الشارع ايه بقى؟ هل هيبقوا متجاوبين يعني في حد هينزل لي حاجه من بيته فعلا؟ فاكتشفت الناس كلها عندها استعداد ومحوشين حاجات والكلام ده يعني مش بيت خالتي بس اللي فيه الحاجات دي، كل حاجه محوشين كل حاجه، وناس لغايه دلوقتي تقابلني تقول لي انا شايل لك الطشت لسه مستني يا عم البرنامج وقف من زمان. فكانت تجربه حلوه بصراحه عجبتني يعني.